طيب إذا ما تحدثنا عن الحديث عن الدول النامية، نتحدث عن مصر وإندونيسيا، البرازيل، الهند، هذه الدول ليست فقط تبدأ انطلاقتها الاقتصادية، وإنما أيضا دول بدأ يصبح لها تأثير قوي على صعيد المحفل العالمي. برأيك تستطيع هذه الدول أن تغير المعادلة إذا ما أرادت إنهاء هذه الحرب، أن تقف مع طرف إذا طرف، أو أن تحاول أن تهدئ هذه الصراعات؟ نعم تستطيع هذه الدول النامية أو الدول التي انطلقت حديثا مثل تركيا والبرازيل وكذلك الأرجنتين وفنزويلا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ومصر وكذلك الجزائر والمغرب. هذه الدول تستطيع أن يكون لها تأثير كبير على المستوى الدولي وكذلك في الأمم المتحدة أو حتى على قرارات الأمم المتحدة، وكذلك تستطيع الضغط على الدول المتنازعة من أجل الوصول إلى سلام في هذه المناطق أو كذلك البؤر التي تنتشر فيها الحروب والخلافات. هذه الدول إذا اجتمعت تستطيع أن تفرض الحل على روسيا وتستطيع حتى أن تفرض الحل على إسرائيل أو أن تفرض الحل على نظام الأسد وكذلك عما يجري في بعض الدول الأخرى. ولكن هذه الدول تريد من يجمعها، تريد من يتوافق معها، تريد من يلتقي معها، تريد من يبصل لها بوصلة السلام، بوصلة المحبة وكذلك التعاطن. والمملكة العربية السعودية قادر بأن تكون هي مرتال السلام على مستوى العالم، وخاصة من أجل لم شمل الدول النامية أو الدول التي تعاني من الحروب ومن الخلافات من الحروب الأهلية أو الحروب الخارجية. طيب برأيك هل تسكت الولايات المتحدة الأمريكية عن مثل هكذا اجتماعات ومثل هكذا نتائج يسعى إليها الجميع، في حين أنها أكثر الداعمين لهذه الحرب بل هي أكثر المستفيدين منها، أم أن تحرك المملكة العربية السعودية من الأساس هو بناء على ضوء أخضر أمريكي؟ نعم، لا شك بأن هذه الاجتماعات والمؤتمرات هي تعتبر خروج عن العباءة الأمريكية أو عن المعطف الأمريكي. أمريكا تنظر هذه الاجتماعات أو هذه المؤتمرات على أنها هي تريد أن تسحب البساط منها ومن سياستها الخارجية. لا شك بأن أمريكا لها يد كبرى في تأجيج الصراع بين روسيا وبين أوكرانيا، وكذلك هي هذه الحرب مشتعلة حتى هذا اليوم، أولا من أجل الضغط على أوروبا حتى تعود إلى المعطف الأمريكي، وكذلك هي تريد إنهاك روسيا وتريد أضعاف روسيا بشكل كامل اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وإعلاميا. كذلك أمريكا هي التي اليوم هي التي تريد إنهاء ما يجري في سوريا، وهي التي وقفت إسقاط نظام الأسد أو حتى وقفت ضد تنفيذ القرارات الدولية، القرارين 254 و 218. وكذلك أمريكا هي التي لا تريد إنهاء الصراع في فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس المحتلة. كذلك أمريكا هي التي تتفرد على ما يجري في اليمن، وكذلك وهي المسبب الرئيسي لما يجري في العراق حاليا، بينما هي تستطيع أن تضغط من خلال الأمم المتحدة أو من خلال دول العالم على روسيا من أجل وقف الانتهاكات التي تقوم بها في أوكرانيا وكذلك وقف العدوان الروسي على أوكرانيا. ولكن يبدو بأن أمريكا هي تتفرج على الأزمات وهي التي تدير الأزمات ولا تريد إنهاء الأزمات ولا تريد أبدا إنهاء ما يجري من حروب وخلافات على سطح الكرة الأرضية.